ايش يعني اعاده هيكله قطاع الاسكان؟ وليش ولي العهد يشوف انه هذه الفرصه لتغيير القطاع؟ كيف ممكن اراضي فاضيه تعالج مشاكل المدن؟ وليش لازم تنقل لصندوق الصرف العام؟ ليش نهتم نكون جزء من حراك العالم؟ ليش ما نركز على الشأن الداخلي فقط؟ وكيف يمكن لدولة واحدة زي السعودية إنها تقود حراك عالمي في مجال البيئة؟